تستضيف هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ورشة العمل الثانية لأولويات الحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي بحضور ومشاركة الجهات المعنية بتطوير الحكومات الرقمية وتقنية المعلومات والاتصالات الخليجية خلال الفترة من 9 إلى 10 يوليو الجاري. وتأتي هذه الاستضافة في إطار التعاون والتنسيق بين مملكة البحرين والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي. كما يأتي تنظيم هذه الورشة بهدف مواصلة الجهود الخليجية في دعم مرئيات اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية واستراتيجيات التعاون المشترك. أما أبرز الموضوعات التي ستتناولها ورشة العمل فستشمل استعراض تجربة مملكة البحرين في التعاون مع القطاع الخاص وبحث أبرز التطبيقات والمنصات الوطنية وقياس التحول الرقمي بدول المجلس، كما سيتم بحث موضوع مراكز الاتصال الحكومية الموحدة والأنظمة الحكومية المشتركة وآليات تبادل البيانات بين دول مجلس التعاون، إضافة لمناقشة وبحث خدمات الدفع المركزي وعقد حلقات نقاشية لاستعراض تجارب الدول الأعضاء في مجال التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.